وفي محافظة ذمار استهدفت الغارات الاستاد الرياضي في المدينة، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين في مدينة ضعفان الرياضية، بالإضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين والمحال التجارية المجاورة. في إطار حربه الشاملة على اليمن أرضا وشعبا ومقدرات، شنت مقاتلات العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على الأستاد الرياضي في مدينة ذمار، في مشهد يعكس حقد هذا العدوان على مقدرات ومكتسبات الوطن، والذي لم يسلم أبناؤه من الأمنين في البيوت من ألسنة صواريخه، في ظل صمت دولي صادم لا يلتفت لإنسانية الإنسان. يأتي هذا حقدا وغيظا على كل مقدرات الشعب اليمني وبناء التحتية التي أنجزها خلال 50 عاما من تضحياته وعرقه وكده. استهدفوا قبل ذلك الصالة الرياضية، الأستاد الرياضي والذي لطالما كان متنفسا للرياضيين من أبناء المحافظة والقادمين إليها من الرياضيين، يأتي استهدافه ضمن جدول زمني ممنهج لبنك أهداف العدو، والذي جعل المنشآت الرياضية أهدافا مباشرة لطائراته وصواريخه. وتم استهداف المنصة الرئاسية، منصة كبار الضيوف، ومدرجات الشرقية، ومخازن التجار فقط. معنا مخازن تجار ومعنا رياضيين، ايش معنا؟ بيوت المواطنين المجاورة للأستاذ الرياضي لم تسلم من الآثار الارتدادية لصواريخ الغارات، خلفت آثارا مزدوجة نتج عنها إخافة الأطفال والنساء وتضرر أجزاء كبيرة من منازلهم، كما توضح هذه المشاهد. الغاران السعودي الغاشم ليلة أمس ضربوا الملعب الرياضي واستهدفوا المخازن، كان فيها مخازن حبوب تبع التجار. والله ما خوفوا إلا الأطفال، أما الشباب والرجال والله ما اهتزت له شعره. ولكن لن نصبر على هذا، وسوف نجاهد في جميع الجبهات على الحدود إن شاء الله، ولن يثنينا هذا إلا قوة وعزيمة بالله، وسنواجههم بكل ما نملك، وسنتحرك إلى الجبهات القتال. اليوم أنا قادم من اجتماع لشباب ذمار بعد هذه الجريمة النكرة، يؤكدون أن الرد الطبيعي لشباب محافظة ذمار هو التوجه إلى جبهات القتال، ليكون ردهم الحاسم على هذا العدو الجبان. يرى السواد الأعظم من المواطنين أن العدوان استهدف كل مقومات الحياة للشعب اليمني، ويضيفون أن هذه الحرب هي حرب غايتها وأهدافها الإنسان اليمني ومقدراته وسبل حياته في العيش الكريم، ويؤكدون أن الوقوف في وجه العدوان ومن يقف معه ويدعمه ويسانده واجب ديني ووطني وأخلاقي، من خلال التوجه إلى جبهات العزة والكرامة لدحر المعتدي والغازي والمحتل أينما حل وتواجد. ماجد السياغي لقناة اليمن، من اليمن، محافظة ذمار.